رمضان في مصر حاجة تانية. والسر في التفاصيل. حاجة تانية. والسر في التفاصيل. رمضان في الدنيا للدنيا. مع بعض مع بعض. كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع صوت الأذان يدخل قلبك ونضل كده طرف الشارع. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي متابعي ابو الجير ميديا في كل مكان، هنا ستات ما شاء الله مبسوطه، ستات مبسوطه وبيعملوا ايه الحلويات، بيعملوا الكنافه وبيعملوا الزلابيه وبيعملوا القطايف. 10 دقايق بقى عشان عايزين قطايف. يعني زي ما حضراتكم شايفين هو قدام حضراتكم الستات بيعملوا الزلابية هنا في اكبر مائدة في مصر، مائدة المطرية. قدام حضراتكم يعني ناس جاية من كل مكان. وال انت الف مليون شكر. الناس هنا طبعا كلها ناس والبهجه ماليه قلوبهم. الراجل انت طيب؟ ليك معلم يا جماعه. طيب. طب حضراتكم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كل سنة وانتم طيبين يا نجوم. بس على شغلك على شغلك. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا الوجبات خلاص بيتم تجهيزها وبتتعبى، اللحوم والرز والفراخ اهي. في المرحله الاولى بيتم طبعا شوي الفراخ وتخلص وتيجي هنا الوجبه بتتعبى والرز والفراخ والحلويات. عشر سنين الكرم اهل المطرية. المال الحلال وصل اهو. عبد الله 10 سنين من الخير ومن الكرم. اهل المطريه هنا والله بيضربوا يعني اعظم الامثله في بيضربوا اعظم الامثله في الخير والجدعنه والشهامه. وزي ما بيقولوا المطار كل شويه يقول اطلع انا مش هقدر رز مشيش هو من نفسه بيروح يمشي. شغل نفسك ولا شغلهم لك يا احمد؟ شغل نفسك ولا شغلهم لك؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب ما تعصبش. لا متعصب هو لازم كده عشان هو يبقى في حد مسانده عشان هو ما يعطلش. يلا رمضان كريم. بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما انت شايف يا حبيب قلبي بنعبي الرز. زي ما انت شايف يا حبيب قلبي ورايا بسم الله الله اكبر وحوش.
الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. عبينا كم وجبه لغايه دلوقتي؟ بالصلاه على النبي عدينا 6000 بالصلاه على النبي. الله اكبر. الله فاضل كم وجبه بقى؟ 10000. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدكم يا رب ربنا يزيدكم. الوجبه بقى بتحتوي على ايه بقى؟ ده ما انت محضر شايف رز كيس شويه مخلل محشي. في محشي الله اكبر عصير. فين المحشي؟ لسه ما نزلش اهو. روح صور ده اللي اسمع المحشي اهو. حلى المحشي حلى المحشي هتنزل. يا سلام يا سلام على الجمال. الله اكبر الله اكبر. ام عادل ام عادل دي بقى كل واحده كاتبه على الحله بتاعتها اسمها. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. هما انجاز اتوا ده الله ينكر رجاله سلام طيبين. يلا يا احمد تعال يا يوسف تعال. ما شايف عايب. زي ما حضراتكم شايفين الخير قدام حضراتكم. اكتر من 25000 صايم هيفطروا النهارده مع بعض في المطريه. واللمه حلوه زي ما بيقولوا اللمه حلوه. بتربعه واقفين هنا يا نحاس. حتى الشباب الصغيره ما شاء الله شغال. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. في ناس معاها مكتبه. والمطريه ايه؟ اعمل زي ما كنت بتقول. الله اكبر. المطريه دوله 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 طبعا طبعا كلها جدعان وكلها شهامه. عزبة حمادة دي لحتة تانية. الله 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 زياد صح؟ ماشي يا عم زياد ربنا يعينك. صمت طيب. اجري يا بني. المال الحلال جالك تاني. المال الحلال اهو. لا طبعا ما ينزلش منه ده راجل عسليه. الله اكبر ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين دي الفراخ طبعا يتم تجهيزها وشويها على الفحم. الناس طبعا هنا عامله كميات كبيره وهنا مواد خام كتير قوي. طبعا مش بيبصوا للتكاليف سايبين على ربنا ومش بيحسبوا لي حساب. اهم حاجه الخير والبركه والزياده. لسه انا العاشره هنا في افطار المطريه كل يوم 15 من شهر رمضان على مدار 10 سنين بيتم هنا طبعا عمل افطار جماعي لكل اهالي المطريه. طبعا مع تنوع بقى الوجبات فراخ ومحشي ولحمه ورز طبعا وحلويات. فهنا الناس طبعا ما بتستخسرش ما بتستبخلش. اللي بياكل وجبه بياكل وجبه صحيحه بيشبعه. وهي كفايه طبعا يعني المبادره بتاعتهم الجميله اللي استمرت ل 10 سنين ومكمله طبعا وحبهم ليها بيزيد وتفانيهم ليها بيزيد. عاملين جمعيات مع بعض وبيجمعوا من بعض وبيعملوا الافطار الجماعي اللي تكلفته بتوصل لاكثر من ملايين الجنيهات. ملايين الجنيهات حرفيا. يعني عاملين افطار بيأكل 25000 شخص. فده طبعا ملايين بيتم صرفها هنا في الوجبات دي. هو زي ما حضراتكم شايفين حاجه يعني حتى الشباب الصغيره حتى الشباب الصغيره بترفرف وبتشارك. انا مش عارف اقول لك ايه. ده في دقيقتين من هنا وهقطع كده الاكل. ممكن تروح اي شوارع ثانيه عشان انا كده انا عمال اكلنا يا ابو ببلاش. انا هطلعهم كل واحد هيقول لي كلمه انا هطلعها.
اقول لك كلمه ازاي يعني هيقول لي نفس اللي انت بتقوله ده انا واطلع كلمه خلاص ماشي الناس لسه داخله لسه داخلين انا مش عايز انا الاخر اللي ورا انا ماشي ماشي ما انا بقول لك انا ماشي انت قلت لي دقيقتين انت بس انا مشيت من هناك كده بقى كده بقى على اي شارع خلاص انا هطلع ضربه اكبر عليه في ازمه يعني زي ما حضراتكم شايفين.